السلام عليكم، معكم رغد أبو غربية كمان مرة. اليوم أجيت ببروبلم ثالثة، إن شاء الله من نفس الموقع من الهاكر رانك، على أساس نخلص معظم أسئلة الماثماتكس. بفضل إنه أي حدا يجي، أي حدا بحضر الفيديو، يجرب أول يحل السؤال لحاله أو يقرأه لحاله لحتى يكون الموضوع واضح أكتر. هذا السؤال إن شاء الله أسهل من كل اللي قبل. بيقول إنه في واحد مش عارفة شو اسمه بده يروح من مدينة لمدينة، ويعني في عنا عدد من المدن. هو بده يروح من المدينة الأولى للمدينة رقم N، وما بيقدر يروح إلا لحد ما يمشي بكل المدن اللي بيناتهم وحدة وحدة، زي لما بده حدا يروح من المفرق للعقبة لازم يمر بعمان. وفي كمان نقطة إنه مثلا بين حدا بده يروح من عمان للمفرق، في أكتر من طريق بيناتهم، يعني مثلا في حدا بده يروح من طريق الصحراوي، أو حدا بده يروح من طريق البحر الميت. هاي احتمالين. فالسؤال المطلوب بالسؤال إنه نحسب قديه أكبر عدد ممكن، مش يعني قدي كل الاحتمالات اللي للطرق اللي ممكن يمشي فيها اللي اسمه جي. يعني لو هون في عنا 4 طرق، هو ممكن يجي بهذا الطريق وبعدين يفوت من هذا الطريق ويكمل، أو إنه يجي من هذا الطريق ويكمل هون. يعني لو كان عنا مدينة تانية هون، وهون في 3 طرق كمان، يعني ممكن يجي من هذا الطريق بعدين من هاد وبعدين من هاد، أو من هون وبعدين هيك وهكذا. فيعني عشان نطلع زي كأنها صارت تري، زي مشان نطلع عدد الاحتمالات الممكنة، رح نطلع عدد الاحتمالات لهون اللي هي 4، لأنه في عنا 4 طرق. هون عدد الاحتمالات 2، هون عدد الاحتمالات 3، عشان نطلع يعني الكامل الاحتمالات، عدد الاحتمالات كاملة رح نضربهم ببعض. فثمانية في ثلاث في عنا 24 احتمال، يعني لو عديناهم رح يطلع عنا 24 احتمال. 8 باثنين بعدين 8 بثلاث. بس هون ممكن لما يكون عنا عدد كبير من المدن وعدد كبير من الطرق اللي بيناتهم، ممكن إذا ضلنا نضربهم ببعض يعمل overflow، الرقم يبطل يوسع بالانتجر أو ويعطينا قيمة خطأ. فهو بده إيانا نعملها مود رقم معين، مود هذا الرقم دايم. يعني هاي بأسئلة الماثماتيكس بالمعظم لما يكون الأعداد كبيرة فبيعملوا مود. هاي الشغلة رح نستفيد منها بإشي هلأ رح نحكي. الكود بالبداية نفس الشي، عملت object من class scanner عشان أدخل القيم من الكونسول، أو وبعدين من اليوزر عفوا، وبعدين حطيت الرقم اللي هو بده إياه نعمل مود إله جوا انتجر، عشان ما أضلني كل مرة أرجع أكتب الرقم من أول وجديد وأتخربط. فأنا بحطه جوا انتجر وخلاص. هو معطينا إنه في عنا أكتر من test case، فبالبداية مندخل عدد test case، بعدين لكل تيست كيس في عدد مدن محدد، فرح ندخل ال N جوا لوب التيست كيس. بعدين رح يعطينا N minus 1 integer ورا بعض اللي هما بيمثلوا عدد الطرق بين المدينة الأولى والمدينة الثانية. في عدد معين من الطرق، بعدين من المدينة الثانية للمدينة الثالثة في عدد معين من الطرق، وهكذا. يعني بين المدينة الأولى والثانية في 4 طرق، بين المدينة الثانية والثالثة في طريقين. يعني لو كانت عندنا n، ف n minus 1 integer رح يمثل الطرق. تمام، ل n minus 1 بدي أضربهم ببعض كلهم، فبدي أعرف بالبداية integer m equal 1 اللي هو بيمثل عدد طرق، عدد الاحتمالات للي وصلت له لهلأ، أو m equal
هلا هو هيك رح يدخل لنا رقم عدد الطرق، ورح انا اضربه بعدد الاحتمالات اللي كانت عنا قبل. بس المشكلة انه هاي العملية ممكن تعمل لي overflow، ف رح اعمل انها مود المود. بس برضو لو هاي العملية عملت overflow بعدين رحت عملت لها مود، فانا ما استفدت شيء. فلهيك في خاصية من خصائص المود بالرياضيات انه بقدر اوزع المود على الضرب على الضرب والجمع. يعني رح اعمل ام مود المود، بعدين الرقم اللي رح يدخله رح اعمله مود المود، بعدين الجميع مود المود. هاي خاصية موجودة بالرياضيات وموجودة باللينك، موجودة هون بالسؤال، لينكها بويكيبيديا. المهم وبس، وبالأخير لكل تيست كيس رح أطبع الأم. وبرضو عشان السرعة، زي كل مرة إذا كان في عنا عدد تيست كيسز كبير ممكن يعطينا تايم ليمت إذا ضليتني أعمل لكل تيست كيس سيستم دوت أوت دوت برنت، لأنه بطيئة. فممكن إني أعمل string builder وأجمعهم، يعني أعملهم كلهم أضيفهم على نهاية ال string builder، وبالأخير أطبع ال string builder مرة واحدة. نجرب نعمل سبميت للسؤال للحل، وبتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو. واذا عجبكم تعملوا لايك وشير سبسكرايب، وبشوفكم ان شاء الله بفيديو تاني.